رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد. المفوضيات الأوروبية تخفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو وترفع توقعات للتضخم في 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا. وتراجع حاد لنشاط الاقتصاد الصيني مع تضرر المصانع وتجار التجزئة من الإغلاق بسبب كورونا. مشاهدينا اهلا بكم في نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم من النيل وإلى التفاصيل، حيث استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من مقترحات تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية يحيى زكي وعدد من المسؤولين. أكد رئيس الوزراء على المضي قدما في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقا للتوجيهات الرئاسية بشكل يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة على مستوى العالم في الصناعات، لا سيما مشروعات الطاقة الخضراء، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود. أعلن البنك المركزي الانضمام إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، والتي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر. تأتي تلك الخطوة ضمن العديد من الخطوات التي اتخذها المركزي في ذلك الشأن، حيث أصدر البنك المركزي في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، والتي ينص المبدأ الرابع منها على إدارة مخاطر تغير المناخ بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تسهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ. وصلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعها متأثرة من انخفاضها بالأسواق العالمية مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي حد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن. وتراجعت أسعار الذهب بنحو 40 جنيها ليسجل عيار 21080 جنيها مقارنة بإغلاق الجمعة، فيما سجل عيار 18 نحو 926 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 1234 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب ما قيمته 8640 جنيه. أعلنت وزارة التموين ارتفاع معدل توريد القمح المحلي من المزارعين إلى 1.854 مليون طن حتى الآن. قالت الشركة القابضة للصوامع والتخزين إنه تم سداد 8.5 مليار جنيه مستحقات المزارعين نظير توريد المحصول، ولفتت إلى أن موسم هذا العام مبشر للغاية، وهناك زيادة في الكميات الموجودة والموردة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع المزارعين على التوريد. تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ القاهرة خالد عبد العال مصنع السلام للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة، والذي تديره الشركة المصرية المتكاملة لتدوير المخلفات. تابع الوزير سير منظومة العمل بالمصنع ومعدل المدخلات اليومية من المخلفات للمنطقتين الشرقية والغربية، والتي يتم فرزها ونوعية المخلفات غير الصالحة للمعالجة وكمية المرفوضات والمخلفات الواجب نقلها إلى مدفن العبور. إلى تونس، حيث أعلن معهد الإحصاء التونسي أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 2.4% في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد انكماشه ب 1.8% في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام بعد نمو نسبته 3.1% في 2021. وقد حقق قطاع السياحة نموا بنسبة 11.2%، كما نما قطاع الزراعة ب 3.3% في الربع الأول من العام الجاري.
أعلنت المفوضية الأوروبية خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في 2022 بمقدار 1.3 نقطة وصولا إلى 2.7%، وارتفعت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3.5 نقطة ووصلت إلى 6.1% بسبب الحرب في أوكرانيا. أكدت المفوضيات الأوروبية كذلك أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بفترة صعبة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة كان الأكثر تأثيرا، حيث يدفع التضخم إلى مستويات قياسية ويلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية. انخفض نشاط البيع بالتجزئة والمصانع في الصين بشكل حاد في أبريل بسبب عمليات الإغلاق الواسعة لمواجهة كورونا. أشارت بيانات المكتب الوطني للإحصاء إلى انخفاض مبيعات التجزئة ب 11.1% عن العام السابق في أكبر انكماش منذ مارس 2020، كما هبط إنتاج المصانع ب 2.9%. على وقع عمليات الإغلاق الواسعة لمواجهة كورونا، انخفض نشاط البيع بالتجزئة والمصانع في الصين بشكل حاد في إبريل. التزام العمال والمستهلكين منازلهم وتعطيل سلاسل التوريد بشدة ألقى بظلال قاتمة على آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن فرضت السلطات إغلاقا كاملا أو جزئيا في المراكز الرئيسية في أنحاء البلاد في مارس وإبريل، بما في ذلك شنغهاي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان، مما عصف بالإنتاج والاستهلاك وفاقم المخاطر بالنسبة لأجزاء من الاقتصاد العالمي التي تعتمد بشدة على الصين. بيانات المكتب الوطني للإحصاء أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 11.1% عن العام السابق في أكبر انكماش منذ مارس 2020، كما هبط إنتاج المصانع 2.9% عن العام السابق ليحبط توقعات بارتفاعه ويسجل أكبر انخفاض منذ فبراير 2020، إذا عرقلت إجراءات مكافحة فيروس كورونا سلاسل التوريد وشلت عمليات التوزيع. ورغم البيانات إلا أن مكتب الإحصاء الصيني توقع تحسن اقتصاد البلاد في مايو مع تسارع التعافي في الاستهلاك، حيث تمضي الصين قدما بشكل مضطرد في استئناف الإنتاج في المناطق المتضررة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الصيني سيحافظ على توجه قوي نسبيا في الربع الثاني. ويقول محللون إن تحقيق هدف النمو الرسمي للصين في عام 2022 والبالغ 5.5% يبدو أكثر صعوبة مع تمسك المسؤولين بسياسات صارمة لمنع انتشار كورونا، خاصة وأن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 4.8% في الربع الأول. قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي بعد قرار الهند حظر تصديره في وقت تشهد البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل. وارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسة إلى 453 دولار للطن. كانت الهند قد أعلنت حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات الحرارة الشديدة. قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن المملكة في طريقها لزيادة إنتاجها النفطي إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2026 أو بداية 2027، وقال الوزير إنه يمكن الحفاظ على الإنتاج عند هذا المستوى بمجرد الوصول إليه إذا احتاجت السوق ذلك. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متخلية عن مكاسبها السابقة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 64 سنتا ووصلت إلى 110.91 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 60 سنتا ووصلت إلى 109.89 دولار للبرميل. ارتفع الدولار مع سعي المستثمرين إلى ملاذ آمن بسبب مخاوف بشأن النمو العالمي، وسجل مؤشر الدولار 104.54 وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002 بعد 6 أسابيع متتالية من المكاسب، ووصل اليورو إلى 1.4 دولار، كما سجل الجنيه الاسترليني 1.3 دولار، وتراجع الين الياباني بشكل طفيف مسجلا 129.43 ين للدولار.
إذا انتهت مشاهدينا أخبارنا الاقتصادية المفصلة، ولم يبقى سوى التذكير بأهم العناوين. رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة الشرق بورسعيد. والمفوضيات الأوروبية تخفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو وترفع توقعات التضخم في 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا. وتراجع حاد لنشاط الاقتصاد الصيني مع تضرر المصانع وتجار التجزئة من الإغلاق بسبب كورونا. شكرا مشاهدينا لطيب المتابعة، ابقوا دائما أصحاء وابقوا دائما معنا النيل الأقرب إليكم. تحياتي.